إذا أمرنا بالتقوى فقد أمرنا كذلك بالعلم، فإن العلم بأسماء الله وصفاته وتأمل أنواع التوحيد الثلاثة، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو من أسباب تحقق التقوى. ألا ترون أن الله جمع في آية الدعوة إلى عبادته والاصطبار عليها، والاصطبار أعلى من الصبر، جمع أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية أي الخالق المالك المدبر المحيي المميت الرازق. تأمل أن الخالق المالك المدبر للسماوات وللأرض وما بينهما له حق عليك، وأن توحيدك له بتوحيد الربوبية يلزم منه ويستلزم منه أن تتقدم إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الألوهية، فتقوم في عبادته فاعبده. ولاحظوا في مجيء الفاء مباشرة: فمن كمل تأمله بالفطرة السوية بأن الله الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض وما بينهما، قاده ذلك سراعا إلى أن يتطلب رضا الله الذي خلقه وأن يقوم بعبادته فاعبده واصطبر لعبادته. هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم من له الأسماء الحسنى والصفات العليا غير الله؟ كملت أسماؤه وصفاته فيستحق أن يعبد؟ لا معبود حق إلا الله. ولذلك فإن أهل التربية يقولون أن السؤال إذا جاء مفتوحاً غير مغلقاً يقود المتأمل إلى أن يتفكر أكثر وأكثر في تطلب الجواب. ولسنا بحاجة إلى هذه القاعدة، لكن قيلت تعزيزاً حال الحديث فيما يتعلق بأساليب التعليم. لاحظوا أن هذا الاستفهام بقي وسيبقى ما بقيت السماء والأرض: هل تعلم له سميا؟ ولذلك فإن من الأدلة العقلية، من الأدلة العقلية على عبودية الله خلق السماوات والأرض، ولا أحد زعم أنه خلق السماوات والأرض.